30 عاما من الكد والجهد الذي بذله أبو أحمد في خدمة مدينته الموصل والمنتسب في بلدية الموصل بأجر يومي. صعوبة الحياة وراتبه المخجل الذي لا يزيد عن 180 ألف دينار عراقي دفعه للعمل ما بعد ساعات الدوام بعربة لبيع المثلجات ليتركها أخيرا راحلا إلى دار العدالة بحسرة تثبيته على الملاك الدائم. والله حلم أبو أحمد صار 30 سنة ما تحقق، ولما ما مات ما تحقق، يركض هنا وهنا وما ملحق. هو يشتغل أجور يومي بالبلدية والراتب 180، يعني ما يسوى حتى يسوي وراء، وشان يشتغل أجور يومي وشان يشتغل إضافي، يعني يطلع ساعة 5 الصبح يرجع ساعة 9 بالليل. زين، وبعدين من دحق شاف ما حد قدر هذا تعبه وما حد عيقدر وما حد دحق وراه، قام يشتغل بالعربانة. وانت شفت شلون مات موت على العربانة، يعني بالعربانة مال ورا الدوام يطلع يشتغل بيها، على الأقل يحصل العشرة أو الخمسة أو الستة مال شغله بالموطة أو بالأكس كريمات. أربعة عوائل يعيلهم أبو أحمد من خلال وظيفته وراتبه المتدني. خدم البلد لثلاثة عقود ليتوفى بعدها بشارع الوطن برفقة عربته التي كانت سندا له ولعوائله الأربعة، فكانت تعطيه كرامة من حيث الأجور أكثر من الأجور التي كان يحصل عليها من الدولة. كانت أمنيته الوظيفة الدائمية ما عقد خوش، وكان يعني هو اللي كان يعني عمود البيت هو خوش، وإحنا أربع عوائل، أربع عوائل كان هو اللي كان يعني صارف علينا وكان معيشنا، خدم هذا الوطن، خدم هذه الحكومة، خدم هذا البلد. آخر شيء مات بالشارع، يعني الخدمة راحت هباء منثورة. رفيق دربه وحياته في بلدية الموصل يخاف أن يموت ميتة صديقه دون تثبيته على الملاك الدائم بعد خدمة قضاها لأكثر من 20 عاما ويترك عائلته دون معيل وراتب. أصير مثل أبو أحمد ولا اسمه لا أصير دائمين ولا أصير هذي، مثل أتوفى الله يرحمه، لا حقوق ولا أبد، لا حقوق ولا أبد ولا ضمان ولا أبد، وعندي صعب عائلة، يعني عائلة كثيرة كبيرة، أصير مثل أبو أحمد أم لا عندي حقوق ولا أبد. من الموصل سعد منصور، التغيير الفضائي.